ابنه علم الغرب. سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر سي بخابة كلميرة. سي بخابة كلميرة، ازاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقت توم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقت توم. إلهي الاثنين فادر جيم كامل. ممنونك 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 فادر جيم كامل. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيع لي حد عند البيت. تحت أمرك سي مخاب. مساء الخير كلميرة. مساء الخير سي محمد. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سي محمد. اتفضلي يا فتحية، من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة، استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سي محمد، نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية، أنا بدي أقولك إني واخد على خطر منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ ازاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزاحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة، آه يا محتالة، آه يا بتاعت جوز ولا فرد، بتضايقيني وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة إني بفكر أصفح عنك. صدقني يا سي محمد، غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني، وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية إنك إيه؟ هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لأجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك؟ طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد، سامحني. زيدي في البكا والأسى لأجل أصفح عنك. أصفح عني يا سي محمد، أصفح عني، سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية إن بكد وبكدح في الشغل، وساعات كتير بتعور لكن لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة، لا نكلم حد ولا نكلم حد، ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده، عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله، والدنيا على كده وكده، واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ممدوح حبيبي. إزيك يا نادية؟ إزيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت اللي مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلت لك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قول لي عايز مني إيه وأنا أعملهولك. قلت لك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟
وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مسألة مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا نادية، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاري بهو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا ناديه. هي مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللف بتاعت زمان. او نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي، انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمعي احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقول لك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي حواليكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبة خرسانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنامي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادر. يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إيه يا بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. الله كده برضو يا قمر تصاحبني عالصار، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطة، قول له بقى السهر النهارده صباح، ها ما يقوليش ساعة ويخلع، أنا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ويلا يا ويلا، الجواز ده عايز رجالة. قول يا كوكو، أنا نازل مع أصحابي في افتتاح كافيه جديد، طيب واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعة يعني ولا حاجة. تنزل؟ سوري؟ ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. أيوة، قعدت أقول لهم أنا نازل نازل، بس قشطة فاكس اتحرقوا تحت في الشمس، أنزل إيه وبتاع إيه؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشلة أنا يعني إن شاء الله هقطعه إن شاء الله، ما تحطيش بالك. لانزل قال. يا وليد لا سوري يا معلم، مش هنزل، لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. اه قشطه، اه ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفنج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. ايه الزفت ده؟ عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ فين قسط العين السخنه؟ نعم؟ قسط العين السخنه فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان قسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اه اوكي اوكي، مبروك يا روحي مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل انت عارف انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حاطه قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش يعني، يعني انت مستعجله ليه على العين السخنه؟ مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم الشاليه بتاعها امبارح وانا رايح صيفي مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟
ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه، ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربه ولا خليني النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه، انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح صح صح، سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده، اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ، واحنا اصلا بناكل تيك اواي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا لا لا، ده انا بهزر بهزر يا عبيطه. وفي راجل انا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول لك يا حبيبتي، ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع، انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. انا ازاي؟ اهدي اهدي، هو هيلم، انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم، اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك، كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني، وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هما اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي، ده اسمه ايه؟ انا؟ ايوه انا. لا لا مش قادره اصدق والله العظيم، ثلاثه انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انا ضحكتي حاجه كاكا. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقول عليك كوكو بوز. اسمعي كلامي، اسال ده انت مشهوره. كوكو مبوز كوكو مبوز. اهو 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 قفش. ايه ده بيطول، انت بتطوليه ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار اسود يا فلاني، عم ابراهيم يا بواب الحق، كوكو بوز هتموتني بطاسه.